حياكم بالزبده، معكم خالد، واليوم راح نشوف النينتندو سويتش. السويتش هو اخر جهاز من نينتندو توه نازل، والحين جبتكم اياه علشان نسوي له انبوكسنج مع بعض على الزبده. الجهاز نفسه من نينتندو، طبعا البوكس صغير، اشوفه هني قدامي، من ورا وقدام حاطين شكل النينتندو. اني نبطل البوكس مع بعض. البوكس يتبطل من تحت او من قدام. اوكي، انبوكسينج سهل. الجهاز عندنا اياه شكله نار، طبعا يعني وزنه اوكي، يعني توقعته، بس الجهاز صغير، توقعته اكبر من كذي والله. يعني حجمه اقدر اقارنه بالايفون 7 بلس. جوي كونز يسمونهم، واليد الثانيه لونها ازرق. تاخذ يا ان يدات سوداء او تاخذ يدات حمراء وزرقاء. اشوف انا الحمراء والزرقاء احلى. عندنا الجهاز، وعندنا الدوك، وعندنا اليد اللي تقدر تحط فيها الجوي كونز. الصراحه ككواليتي اشوف الاشياء كواليتي مالها حلو. طبعا تقدر تستخدمها كذي، مثلا تاخذه معاك بالطياره، تستخدمه كجهاز بورتبل، او تقدر تي تحطه على الدوك اللي تشوفونه هذا هنا قدامكم. اي احطه على الدوك واستخدمه، اشيل اليد عن الجهاز وهي احطها في الكنترولر هذا اللي عندي، وتصير يد. اخذ الجهاز افصله عن الدوك بكل سهوله، كمل لعبتي وانا برا البيت او مع شخص ثاني معاك بنفس الوقت. شيء وايد حلو ان الجهاز في يده واحده، وتصير تتحول الى يدتين. قيمه التشغيل من فوق، عندنا الصوت هم من فوق، اي يو اكس حق السماعات، جيم كارد تقدر تحط فيه العاب مثل لعبه زلدة اللي الحين وايد وايد قويه نازله. تحت الجهاز شحن اليو اس بي سي، اللي هو شيء حلو لانه تقدر تشحن الجهاز من باور بانك وانت طالع مثلا او مسافر، فما يحتاج توصله بكهرباء البيت مثلا. تحت الستاند في مايكرو اس دي كارد، فمو بس تقدر تشتري فيه العاب، تقدر تاخذ مايكرو اس دي كارد تنزل عليه العاب من الاي شوب. خلينا نتكلم شويه عن الدوك. الدوك يتبطل من ورا، في اتش دي ام اي اوت، يو اس بي، ومكان حق الكهرباء. طبعا انت اوتوماتيك لما تحط الجهاز على الدوك راح يشحن، ويعني الدوك عبارة عن قطعة بلاستيك بس، يعني ما فيها أي مكونات أو أي محتوى إلكتروني يقوي الجهاز. يعني كجرافيكس كسي بي يو موجود هني، فماكو شيء بالدوك، يعني هذا الدوك ما يقوي الجهاز عشان يوصله بالتلفزيون. كل المقدرة مال الجهاز موجودة كلها هني. فلما يقول لي مثلا والله الجرافيكس ماله مو وايد قوي، ولا يعني الأجهزة الثانية الجديدة جرافيكسها أحلى، أقول له ترى الجهاز كله موجود هني، حصيلة من التكنولوجيا في جهاز واحد. جهاز وايد عجبني، فكرته وايد حلوة. إذا عجبتكم الحلقة سووا لايك وسووا سبسكرايب، سبسكرايب وايد مهم. حياكم بالزبده.